قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. ما هو ميزان المفاضلة بين الأشياء والأفكار؟ كيف تعرف أن هذه الفكرة صحيحة وأن هذه الفكرة خاطئة؟ ما هو معيار أن يكون هذا المبدأ الذي يدعو إليه بعض الناس يكون خيراً أو أن يكون شراً؟ هل المعيار بالكثرة؟ القرآن الكريم وقد سألتموه قلتم اهدنا الصراط المستقيم يقول لكم: إياكم أن تقعوا في مغالطة سطوة الانتشار، أن تقعوا في مغالطة عقلية يروج لها اليوم تسمى الكثرة. قال الله تعالى: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. أحياناً الإنسان يبهر بالكثرة، بيقول لك: يا أخي هذا الموقع، هذه الصفحة في عليها 40 مليون إعجاب، أكيد صح. يا أخي هذا الشخص عم يعمل هذا الشيء وعم يعرضه على اليوتيوب وعم يدخل لعنده كل مرة عنده 4 ملايين مشاهدة، أكيد صح، أكيد منيح. معقول مو منيح ليك 4 ملايين واحد عم بيتابعه، 40 مليون عم يدخلوا، 50 مليون إعجاب، أكيد صح. مو معقول 50 مليون مو صح. لعل العقل البشري أحياناً يخدع بهذه الكثرة، بس القرآن الكريم يريد أن ينمي لك عقلك ويخبرك أن هناك مغالطة عقلية تسمى سطوة الانتشار، أن الناس أحياناً الشيء إذا انتشر كثيراً يقولون بأنه صحيح لأنه انتشر، بس الله عز وجل يقول: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الشيء ينتشر أحياناً يكون صحيحاً وأحياناً يكون خاطئاً، أحياناً يكون طيباً وأحياناً يكون خبيثاً. فالكثرة وسطوة الانتشار والأعداد الكثيرة لا تعني أن الأمر صحيح. لكن يا رب ما الذي يعني أن الأمر صحيح؟ إذا كان طيباً فهو صحيح، وإذا كان خبيثاً فهو خطأ. والطيب هو الحلال والخبيث هو الحرام. قال الله تعالى: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبيث هو الحرام والطيب هو الحلال. فالشيء بعيداً عن انتشاره أو عدم انتشاره، أنت انظر هل هو حلال؟ هل هو طيب؟ إذن بالنسبة لك هو مقبول. هل هو حرام؟ هل هو خبيث؟ إذن بالنسبة لك ليس مقبولاً. ولو أن الدنيا كلها اجتمعت على ترويج الخبيث، ترويج الحرام، فأنت أيها المسلم يا من قلت لربك اهدنا الصراط المستقيم، ربك يدلك على أن الصواب في الحلال وفي الطيب وليس في الكثرة. فلو أن الناس كلهم اجتمعوا على خبيث فأنت لا تذهب، وبالعكس لو أن الناس كلهم تركوا الطيب الحلال أنت خذه. من أجل هذا قال الصالحون: اسلك طريق الحق ولا يغرنك قلة السالكين. اسلك طريق الحق ولا يغرنك قلة السالكين، واحذر طريق الباطل ولا يغرنك كثرة الهالكين. إنه يا أخي كل الناس عم تعمل هيك، كل الناس عم تدخل على هالموقع، كل الناس عم تلبس هاللبس، كل الناس عم تقول هالكلمة، كل الناس عم تشرب هذا الشراب، معقول حرام كلهم عم يشربوه؟ أكيد حلال لأنه كلهم عم يشربوه. كل الناس يا أخي عم تروح إلى هذا المكان، أكيد مو حرام كل الناس عم تروح. أحياناً الشيطان وأحياناً أصحاب العقول الضعيفة وأحياناً هوى النفس يأخذ الإنسان باتجاه الكثرة والقلة، لكن القرآن الكريم يقول لك: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. الله عز وجل قال: وقليل من عبادي الشكور. فلذلك مرات أنت بتقول: يا أخي طيب أنا شو بدي أبقى مع القليل؟ كان بعض الصحابة يدعو ويسأل ربه، قال: اللهم اجعلني من عبادك القليل. فأنتم يا شباب ويا أخوات لا تنغر الأخت بالكثرة،
ولا ينغر الأخ بالكثرة ولو أعجبك كثرة الخبيث. لكن الذي يدعوك إلى أن تأخذ شيئاً أو أن تترك شيئاً، إلى أن تتعامل بشيء أو تترك التعامل بشيء، أن تقول شيئاً أو أن لا تقول شيئاً، أن يكون حلالاً أو حراماً. نحن المسلمين مرجعيتنا لا إله إلا الله. مين يلي بيقرر لي أن أفعل أو أن لا أفعل؟ هل الكثرة؟ إذا الناس كلهم يا أخي شربوا هذا الشراب، أنا لذلك مثل هؤلاء الكثرة. حط رأسك بين الروس وقول يا قطاع الروس، اذهب حيث يذهب الناس. القرآن لا، يريدك أن تأخذ تعاليمك من رب العالمين. الذي يحلل والذي يحرم إنما هو رب العالمين. الطيب هو الحلال، الحرام هو الخبيث، وإنما حرم الله ما حرم لخبثه، وإنما أحل الله تعالى ما أحل لطيبه. وهذا الخبيث والطيب في كل شيء. أحياناً يكون المال خبيثاً وأحياناً يكون المال طيباً. ما هو المال الخبيث والمال الطيب؟ ما هي التجارة الذي تمضي إليها؟ هل إذا كل الناس عم تتاجر في شيء أنت ستتاجر به؟ لا، بدك تشوف هذا الشيء هل هو حلال؟ نعم، إذن أنا بتاجر. هل هو حرام؟ نعم، إذن أنا لا أقترب منه. ولو كل الناس فعلوا، شركة تسويق هرمي كل الناس يا أخي عم تسجل فيها. مرات واحد بيجي بيقول لك كلهم عم بيسجلوا فيها يا أخي، لذلك أنا حبسجل. أنت الله عز وجل أرجعك إليه، مرجعيتك مو حركة الناس، لأن حركة الناس مرات تكون صحيحة بس مرات تكون خطأ، مرات تكون حلالا بس مرات تكون حراما. فأنا أنظر في حركاتي وسكناتي إلى رب العالمين. إذا أحل لي شيئاً سأخذه، إذا حرم سأتركه. أحياناً يكون المال خبيثاً وأحياناً يكون المال طيباً. فما أحد يا أخوان بيناتكم والقرآن يربينا وأنتوا قلتوا له يا رب اهدنا الصراط المستقيم، لا حدا يقول أخي كل الناس هيك عم تتعامل بالسوق التجاري، لأنك أنت الله عز وجل قال لك قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. مرات شخص تقول له هذا الأمر حرام بيقول لك كلهم عم يتعاملوا فيه، هكذا نفسه تبرر له وشيطانه يبرر له. بس أنت بعد هذا الدرس لابد أن يصير مرجعيتك الشرع، سواء كل عملوه أو كل تركوا. أنت اسأل هل هذا حلال؟ إذا حلال خذه، إذا حرام دعه. فالخبث والطيب أحياناً يكون في المال، الخبث والطيب أحياناً يكون في الكلام. الله عز وجل وصف المؤمنين، وصفكم، قال وهدوا إلى الطيب من القول. ما بليق، سمعتم الآن، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ما بليق بشاب ملتزم، بفتاة ملتزمة في المساجد، أن يخرج منها الكلام الخبيث، أن يخرج منه الكلام الخبيث، سواء غضب وسواء ارتاح. لا يليق به بأنه يقول أخي كل الناس لما بيطلع خلقة بتحكي كلام ما بينحكى. لا، هذه الكثرة ولو أعجبك كثرة الخبيث لا تذهب نحوها. أنت سر ربك، هل حلال أن أقول هذه الكلمة؟ إذا حلال قلها، وإذا حرام لا تقلها. ما بليق أن تفتري الكذب على أحد إذا أنت تضايقت منه. أخي كل الناس هيك بتساوي، جاء من يقول لي ارفع عليه دعوة وحط إنه هو قال كذا وكذا وكذا، فعل كذا وكذا، بس يا أخي هذا كلام ما فعله. هلأ كلهم لما بيرفعوا دعاوى هيك بيقولوا، كلهم ليست معياراً لك، أنت معيارك ما أحل الله تعالى وما حرم الله تعالى. أحياناً يكون المال خبيثاً والمال طيباً، أحياناً يكون الكلام طيباً ويكون الكلام خبيثاً. والطيب والخبث أحياناً يكون في الخلق، واحد أخلاقه نسأل الله السلامة خبيثة، وواحد تكون أخلاقه طيبة. والطيب والخبث أحياناً يكون في البلاد، البلد يكون طيباً والبلد يكون خبيثاً. متى يكون البلد طيباً؟ إذا كثر فيه الحلال، إذا كثر فيه طاعة الله، إذا كثر فيه أوامر الله، إذا رفع به الخير، هذا بلد طيب. وإذا بلد انتشر فيه الخبث والفحش والفجور، ولو كان في فلوس كثير ولو كان في مكافآت للناس كثير، لكن يشيع فيه الخبيث، هذا البلد الخبيث لا يليق بك أن تكون به.